بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا بقى مع بداية الأسبوع نعرف أسعار العملات وأسعار الذهب برضو شكلها إيه مع بداية الأسبوع. بالنسبة للعملات خلينا نبتدي بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي سجل شراء 15 جنيه 64 قرش، أما البيع 15 جنيه 74 قرش، بقاله فترة طويلة هو ثابت الحمد لله. اليورو 17 جنيه 65 قرش، ده للشراء، أما البيع ف 17 جنيه 82 قرش. الجنيه الاسترليني 21 جنيه و9 قروش شراء، أما البيع 21 جنيه و34 قرش. الريال السعودي الشراء 4 جنيه و18 قرش، البيع 4 جنيه و19 قرش. دينار كويتي 49 جنيه و50 قرش شراء، أما البيع ف52 جنيه وقرشين. ده بالنسبة للعملات. طب تعالوا نشوف الذهب بدين الأسبوع شكله إيه. عيار 18 سجل 678 جنيه، عيار 21 استقر عند 791 جنيه، عيار 24 904 جنيه، أما الجنيه الذهب ف 6328 جنيه. يعني لسه أسعار الذهب في ارتفاع زي ما احنا شايفين.